يصوت البرلمان الأوروبي الآن على تعيين وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلين رئيسة للمفوضية الأوروبية، ويأتي التصويت داخل البرلمان الأوروبي بعد أسبوعين على اختيار فوندرلين لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية، ويتعين على وزيرة الدفاع الألمانية الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان، أي 374 صوت لخلافة جان كلود يونكر لولاية مدتها 5 سنوات. من ميونخ معنا هاتفيا محمد العجيل الكاتب الصحفي، اهلا بك استاذ محمد. ويصوت البرلمان الاوروبي الان في هذه اللحظه على تعيين وزيره الدفاع الالمانيه اورسولا فوندرلين رئيسه للمفوضيه الاوروبيه، يجب ان يحدث هذا ب يعني الغالبيه المطلقه في البرلمان، ما حظوظ وزيره الدفاع الالمانيه؟ اولا مساء الخير لكل المشاهدين. بالنسبه لوزيره الدفاع اورسولا فوندرلين، هي طبعا مرشحة عن حزب الاشتراك الديمقراطي حليفة ميركل. حقيقة هي أمام تحديات كبيرة فيما يخص الترشح إلى رئاسة البرلمان الأوروبي. هناك ملفات شائكة أمامها، ملفات حول الهجرة، ملفات حول صعود اليمين المتطرف. نقول أنه هي بحاجة 374 صوت حتى تتمكن من رئاسة البرلمان. هناك عدد من الأحزاب تعارض وجودها بسبب الترشح الغير متوقع أو الترشيح غير متوقع لها من قبل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي. في الحقيقة تخوض وزيرة الدفاع ديرلاين تحديات كثيرة، من أهمها أو ترفع شعارات عديدة منها استثمارات مستدامة في أوروبا، بالإضافة إلى توحيد لجهود تغيير المناخ في أوروبا، حيث تتوقع أن تقوم بحملة لإيقاف انبعاث أو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا بنسبة 50% بحلول عام 2030. أيضا تبدي ديرلاين يعني موقف أكثر مرونة تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت أن في حال لم يتم التصويت في البرلمان البريطاني لخروج بريطانيا في أكتوبر المقبل، هناك إمكانية لتحديد موعد آخر من أجل خروج آمن وعادل وضمن اتفاق واضح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تخوض أيضا وزيرة الدفاع البريطانية المرشحة حاليا تحديا كبيرا فيما يخص صعود اليمين المتطرف، خصوصا في إيطاليا وفي النمسا. نعم. والأصوات التي تنادي بتفكيك الاتحاد الأوروبي، خصوصا مع الاختراقات المتعددة بنص على القول من قبل بعض الأطراف التي تتهم فيها روسيا في دور بدعم الحركات المتطرفة في أوروبا، وهذا ما شهدناه في فضيحة نائب وزير أو نائب رئيس الحكومة النمساوي فيما يخص الدعم المقدم من قبل بعض الشركات الروسية من أجل إحداث تغيير جذري في سياسة الاتحاد الأوروبي والأحزاب القائمة فيها. فتصريح ولكن ماذا عن شخصية يعني المرشحة الألمانية، هل تستطيع بالفعل أن تواجه كل هذه التحديات؟ هي محاطة بمجموعة من الليبراليين والحزب المحافظ، له ما زال له شعبية كبيرة في أوروبا. سياسته هو تركز على المناخ، تركز على مكافحة البطالة في أوروبا، تركز على تخصيص صندوق للبطالة وتحديد الحد الأدنى من الأجور، هذه فيما يخص على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي في أوروبا. فيما يخص المناخ أيضا كما ذكرت لك تحتاج هي تطرح هذا الشعار لأنه حقيقة أكثر ما يتداول به حاليا بسبب التغيير المناخي في أوروبا، درجات الحرارة ترتفع، مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بزياد، فلذلك هي ترفع هذا الشعار لمحاولة كسب ود أعضاء البرلمان وكسب ثقتهم من أجل تحقيق فوز في رئاسة البرلمان. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل السيد محمد العجيل الكاتب الصحفي، كنت معنا من ميونخ.